بحث السفير الصيني في عمان تشين تشان دونغ في إربد سبل تطوير آفاق التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والتعليمية والشبابية والفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة. واستهل السفير دونغ جولته بلقاء مع محافظ إربد رضوان العتوم الذي عارض الواقع الاستثمارية والخدمية في المحافظة والفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من المجالات الصناعية والتجارية. كما زار دونغ مبنى بلدية إربد الكبرى والتقى برئيسها المهندس نبيل كوفحي، وأكد من هناك على توأمة العلاقات البلدية بين البلدين ووجوب دعم البلديات الأردنية بخبراء صينيين لتطوير واقع البلديات في الأردن. والتقى السفير الصيني أيضا وزير الشباب محمد النابلسي ومدير مدينة الحسن الرياضية التي أسست بدعم من الحكومة الصينية، وتجول في مرافقها واطلع على احتياجاتها. It has been a great day for me and my colleagues here in Irbid. As we know that China and Jordan have excellent relations. And my day here in Irbid, I say an example how good these relations, how strong these relations are. We're talking about political relations, economic relations, and also friendship among our peoples. So here, this youth city, I think, is a symbol of friendship between the Chinese and Jordanian people. And we not only look at our past, but also look into the future of our great relationship. اليوم نحن يعني فخورين في هذه الزيارة واللي هي امتداد للعلاقات الثنائية ما بين البلدين، وأيضا فخورين بما رآها سعادة السفير من إنجازات ومن تحسينات طرأت على المدينة خلال الأعوام الماضية. نسعى إلى بناء شراكة مع الجميع لغايات تطوير هذه المدينة وزيادة المنشآت الرياضية فيها. تحدثنا بتقدير حقيقة للدور الصيني الداعم للموقف الأردني، سواء كان في القضايا السياسية ما تعلق تحديدا بالموقف الأردني في موضوع احتلال فلسطين، والموقف أيضا تجاه قضايا التنمية والدعم الاقتصادي والتبادل التجاري. تحدثنا أيضا حول طبيعة المشاريع المشتركة التي يمكن أن تساهم فيها الحكومة الصينية مباشرة أو عبر شركاتها.